أنا كنت عايزة أسألك على حركة التمرد، نعم، وأنت شايفها إزاي؟ هل هي تصحيح للمسار الثورة؟ وإيه مدى تأثيرها أو إيه نوعية تأثيرها؟ شايفها زي الفل الحقيقة. يعني شايفها حركة فل سلمية جدا وحق أصيل للشعب اللي عبر عن رأيه. طبعا هي مزعلة إخواننا خالص اللي في الحكم وبيقبضوا على الناس بتوعها دلوقتي وعلى لسه ما قبضوش على اللي بيمضوا بس في إمكانية. لكن أنا شايف إنها وسيلة سلمية جدا لا يوجد فيها أي غبار والشعب المصري مبتكر. يعني يمكن الفكرة دي جت من فكرة التوكيلات بتاع حزب الوفد يمكن يعني جماعة طريق التغيير اللي هم كانوا بيمضوا عليه هم اللي كانوا بيلموهم يعني أنا شايف إنها حركة زي الفل زي بقول لك حركة سلمية لا ملهاش تأثير مادي لا خالص خالص تأثيرها معنوي. علمت تأثير مادي يعملوا حاجة تانية. ما ينفعش. صحفية سابقة. أروى. أنا بس هو تعقيب على موضوع اللغة يعني حضرتك شايف إنه ممكن يبقى فيه يعني إزاي نحاول نعمل توازن بحيث إنه ما يحصلش في يوم من الأيام بعد 50 سنة أو بعد 100 سنة اللغة العربية نفسها تبقى لغة ميتة؟ لأن أنا بلاحظ إن موضوع الكتابة باللغة العامية مش بس منتشر، هي الكتب فعلا ابتدت تنتشر باللغة العامية وابتدى الشباب كله يكتب باللغة العامية، بقى نادر جدا لما ألاقي شاب كاتب حاجة بلغة عربية سليمة أو بليغة. يعني فهو إزاي نعمل التوازن ده؟ ده أساسي بالموضوع. فإزاي نقدر نعمل توازن إنه والله ممكن نحافظ على قواعد اللغة العامية وأسلوب الكتابة باللغة العامية بس في نفس الوقت اللغة العربية ما تموتش؟ وقطرية يعني في النهاية العرب ابتدوا بقى ما يفهموش بعض أصلا، يعني لا المغربي بقى يتكلم بالمغربي ويكتب بالمغربي والمصري يكتب بالمصري كأنه كلام مختلفة. كنت بتدرسي في العلم حكاية الأواني المستطرقة دي؟ نظرية الأواني المستطرقة اللي كنت بحط مية في كعب. لو الأمور اتصلحت في مجال السياسة في مجال الإدارة هتتصلح في مجال اللغة، لو ما اتصلحتش مفيش فايدة. يعني برضه الأغاني المستطرقة دي بتعدي على تنفذ بشكل سلبي وبشكل إيجابي. لكن في المجمل حضرتك ممكن في يوم من الأيام زي ما الأستاذة بتقول تتخوف إن اللغة العربية تبقى مش مستخدمة كمان 50 سنة مثلا في الكتابات الأدبية؟ مش مستخدمة، أصل طالما القرآن الكريم موجود عمر اللغة العربية محفوظة، يعني ده دي ضمانة عظيمة لبقاء اللغة يعني. لكن أسلوب الكتابة أو طريقة الكتابة أو مستوى الكتابة ممكن هو يتأثر، ممكن جدا. بس زي ما بقول لك لو صلحت السياسة وصلحت الإدارة هيتصلح التعليم، هيتصلح التعليم، هيتصلح الأدب. اسمح لي أسأل، أنا اسمي مصطفى. نعم اسمي مصطفى. زي مصطفى ده يعني؟ أنا كنت عايز أسأل حضرتك وجهة نظرك في الفترة اللي فاتت بدأت تظهر أي خلاف ما بين واحد مسلم وواحد مسيحي؟ بدأ يتحول بعد ساعة أو ساعتين إلى فتنة طائفية وخناقة كبيرة جدا وقصة كبيرة. أغلب الأوقات بنلاقي بعض المشايخ يطلق من يطلق عليهم مشايخ بيهولوا الموضوع وبيكبروه والمسيحيين بدأوا يستقوا بالخارج والكلام غريب. أنا عايز أشوف وجهة نظر حضرتك في الكلام هذا الكلام العجيب. أنا قايل ده في الكتاب ده برضه في الفصول الأولى لا وفي الفصول الأخيرة برضه بتكلم عن الفتنة الطائفية. عن حادثة ماسبيرو، عن حادثة الكنيسة بتاعة إمبابة كنت فاكر يعني كاتب طبعا. أنا قلت في بداية الكلام كنت ما كنتش موجود، قلت إنه اللي عايز يدمر مصر يبدأ بهدم فكرة المواطنة وبإحداث الانقسام في صفوف الشعب من خلال الفتنة الطائفية وبتاع، وأظن إن دي طريقة مجربة وخربوا بيها بلاد كتيرة زي السودان زي غيرها، يعني طريقة مجربة ومعروفة يعني. فينبغي إن احنا نعض بالنواجذ على وحدة أبناء هذه الأمة بغض النظر عن الدين وبغض النظر عن انتماء العرق حتى وحياة.
فأنا رأيي الحقيقة إن إحنا لازم كل واحد منا في مجاله يكون حريص على تأكيد فكرة المواطنة، تأكيد فكرة الوحدة الوطنية، عدم الانجرار وراء الشائعات بتاعت العصر. أنا مبسوط جدا من رد فعل الشعب عموما بكل طوائفه على حكاية ما صحش نعيط على الإخوة المصريين، مبسوط جدا. يمكن أكثر سنة الناس عيطت فيها المصريين السنة لأنه كان نوع من التحدي كده لهذه الدعوة للفرقة والتفريق بين جيران وإخوان وأصدقاء يعني. لكن ده مجرد نموذج لما يمكن أن نفعله للتغلب على عوامل الفرقة الداخلية. لازم كل واحد منا فينا في مجاله يعمل حاجة علشان ما نتمسك بالبدلة المواطنة وبالأخلاق. أحمد سامي، إعلام الأزهر، كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه لموضوع اخوانيه الدوله وكده، بالنسبه للازهر بشكل عام، يعني قانون الصكوك الاسلاميه واللي دخلت المشكله الكبيره ما بين الازهر والاخوان المسلمين ومحاولات اقصاء شيخ الازهر او الازهر بشكل عام، ممكن الازهر يجي في يوم من الايام يتاخون او يمسكوا حد اخوان او كده؟ ده رجل بالغيب طبعا، ما اقدرش اعرف. لكن عموما الازهر كمؤسسه طول عمرها مؤسسه، يعني ويكفي ان احنا نفتكر الازهر ده مين اللي عمله، اللي عملوا الفاطميين، مش كده؟ اللي نشر بقى الفكر الشيعي يعني، وحضر اصبح بعد كده اكبر منبر للفكر السني، مش كده؟ يعني في عند الشعب المصري كده ميكانيزمات مقاومه ما حدش عارفها، يعني ما يعني ميكانيزمات مقاومه تخليك تتفائل، يعني صعب جدا انك ترجع من المصريين على حاجه ما بتحبوهاش. المصريين بيحبوا اهل البيت حبا جاما، كلنا نعرف ما بتعب نفسيا بروح اصلي في سيده زينب وفي حسين كده بشعر براحه يعني نفسي. لكن ما عندناش استعداد اننا نقعد نلطم ونعمل زي الاخوه اللي بيعملوا كده في ما عندناش استعداد خالص للتطرف او للتعصب لاي حاجه يعني. الازهر نفسه على مر السنين ما وصلش الوهابيه خالص. لا خالص، بس الخطر موجود. طب شايف حضرتك الازهر موجود دلوقتي، ممكن يكون موجود فيه قيادات قادره ان هي تحافظ عليه زي ما هو؟ انا شخصيا عندي ثقه في الشيخ احمد الطيب، يعني شايف انه راجل عاقل جدا فيما يقول وفيما يفعل، لكن بعض اعضاء هيئه كبار العلماء دي الحقيقه بيخوفوني لما بيتكلموا، بيخوفوني فعلا، زيهم زي الشيخ بن باز. آخر نداء، حد عنده سؤال؟ الناس عايزة تاكل الطرقة. أنا متشكر لكم مرة تانية إنكم يعني استحملتونا، إنكم جيتوا في هذا اليوم الشديد القيظ والحرارة، وإنكم أسعدتونا بالأسئلة بتاعتكم، وإن شاء الله مصر على أيديكم هتبقى أحسن بإذن الله. ولا كده ما أعرفش؟ لا بالطول كده. بالطول كده؟ أيوة. محمد، عشان نحط الزاوية.